Also nicht mit der Ex-Sprache, oder? Türkei noch da will eh. Arsch ist Karraf, aber es war auch nicht mehr. Lech Karraf, ha? خلص مش مشكلة ما راح اغيره هلا بس هو اظن الرقم داخليا مش بضل نفسه صحيح؟ بس اللي بقربه طيب ايش في ارقام ثانية لازم ندخلها؟ انه هو واحد على ايه؟ اظن بس حتى هي واحد على ايه بقية لانه كلهم لانه هدول حتى مخطوطين كونستنتس من هون اظن المفروض هلا يعمل هون اطلع اول شيء على هذا اللي هو لينيرايزد موديل هي عندي الفلو الانبوت فلو والاوتبوت فلو هلا انا اللي عملته هون عملت ستيب حوالين الاوبريتنج بوينت اوكي لاحظين هذه هون بدات من 2.47 واعطيته ستيب رفعته ل 2.67 يعني اذا بدي احط الاكسس هون مضبوط احط الاكسس من 0 ولا المشكلة بتبينش هون لأنها تغير صغير شايفينها فوق؟ وهي عندي هون اتش، اتش عم ترتفع من بوينت 1 كانت الانيشال كونديشن تبعها بوينت 1 الستيدي ستيت كونديشنز وارتفعت للقيمة الجديدة سببها التغير في الستيب فأنا هون عمالي بتغير حوالين الستيدي ستيت بوينت لو قارنا هلا التو موديلز طبعا واضح انه التو مودلز حيكونوا قريبين جدا من بعض، السبب انه انا في عندي تغير بسيط جدا حوالين الاوبريتنج بوينت. ايش الغلط عندنا هون؟ يمكن بدوش الغالي. الموديل الأول عم بعطيني هذا الأوتبوت فلو، الأوتبوت فلو عم تبدا من قيمة أقل مضبوط؟ ليش عم تبدا من قيمة أقل؟ حطينا جي مش حطينا جي؟ حطينا إيه؟ حطينا سي دي سي دي غلط. 0.9 هيدي اذا بتلاحظوا طلعوا هاد وهاد نفس بعض تقريبا نفس بعض انا ما عملت لهم المفروض اني اعمل لهم سوبر بوزيشن على بعض يبينوا بس ما فيش عندي مشكله واضح انه التو مودلز هذول ايدنتيكال وإذا طلعنا كمان على اتش هون واتش عندي هون، هلا في شوي اختلاف بالاكسس بس لأنه الاكسس اللي تحت واللي فوق طلعوا مختلفين. في يمكن اختلاف بسيط جدا هون بين هاي القيمة وهاي القيمة، يمكن سببه هلا ببين معنا مضبوط الشكل إذا أعطيته ستيب مختلفة، راح أعطيه ستيب نيجاتيف وأنزلها أخليها تنزل لقيمة صغيرة. بس هون في البداية ليش في زي هاي؟ لا اللي تحت هون ولا هون؟ هاي في البدايه هيك زي كيرف ما هو انت وين الكيرف؟ صح في شيء هيك لفوق هذا اختفى هاي قصدك هون مين اللينير ومين النون لينير موديل؟ هذا النون لينير ممكن يكون سبب النون لينيرتي هذا سبب النون لينيرتي ما بينتش معنا امبارح مضبوط بس هون مبينه اكثر احطهم فوق بعض الاثنين احسن شوف شو رح نعمل الاصح انه نجيب هذول نعملهم سوبر بوزيشن فبدي رح اعمله هون رح الغي هاد الغي هاد هنخلي هذا له تو انبوتس بس
حنحط هذا عنده 2 مالتيبلكسرز، ايش رايكم؟ او نحطه عنده 1 مالتيبلكسر، نحط عليها اتش من اللينير موديل واتش من النون لينير موديل. راح اخذ هاي المالتيبلكسر ادخل له 1 انبوت راح ناخذ اتش نون لينير هاي ال H linearized اوكي في اختلاف في اختلاف الفاينل فاليو اظن انه اختلاف الفاينل فاليو على فكره سببه مش النون لينيرتي سببه احنا لخبطنا حالنا بال 2.47 وال 2.5 بس بشكل عام هون تقريبا الريسبونس يعني يمكن انت اللي سالت عنه شوي مبين بس صحيح انه اختلاف بسيط جدا في البدايه كمان في اختلاف دكتور اللينير كان يبلش فيرست اوردر 100% بس هون قصدك زي كان يبلش فيرست اوكي انا بتوقع في اختلافات بسيطه كان يسكر غلط لا شوف هون على فكره طارق منطبقين تقريبا في البدايه اختلاف بسيط جدا في هذه بس هلا انت ببين مظبوط لما نعمل لارج ديفيشنز احنا نعمل لارج ديفيشنز من الاوبريتنج بوينت